مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. موضوع حلقه النهارده هو موضوع مهم جدا وموضوع شائك وفي كلام كتير يعني متشعب ونحتاج ان احنا ندرس هذا الموضوع بتفاصيله الكثيره والمهمه لانه الكتاب المقدس اتكلم عنه وبما انه الكتاب المقدس اتكلم عنه فنحن ايضا لابد ان نتكلم عن هذا الموضوع. وهو موضوع الشذوذ الجنسي. هنتكلم النهارده عن موضوع الشذوذ الجنسي. موضوع الشذوذ الجنسي موضوع بالاخص يمكن اللي عايشين في الغرب عارفينه كويس قوي لانه بيبدا حتى في المدارس بيعلموا الاولاد انه ذاتس اوكي وانه لازم تقبل المختلفين عنك جنسيا وهناك يعني هناك نقاش كثير جدا على على هذا الموضوع واللي موجودين في العالم العربي ايضا بدا هذا الموضوع يبقى موضوع نقاش وحوار مع انه الشذوذ الجنسي منتشر في البلاد العربيه وان كان منتشر فهو منتشر سرا لكنه منتشر بكثافه وبكميات رهيبه في البلاد العربيه. وزي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن انه واخدين سلسله اسمها المسيحيه والقضايا الجنسيه المعاصره. والحلقه اللي فاتت تكلمت فيها عن مقدمه لل الجنس في المسيحيه واهميه هذا الموضوع لانه لما بنعرف الكتاب المقدس اتكلم ايه عن هذا الموضوع بنقدر ان احنا اولا نبقى فاهمين الموضوع كتابيا وثانيا بيبقى عندنا نوع من التحصين التطعيم الكتابي لأي أفكار غلط ممكن تكون حوالينا في العالم أو في البيئة اللي عايشين فيها موضوع الشذوذ الجنسي قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع من وجهة نظر كتابية النهاردة عايز أعرف الشذوذ الجنسي يعني إيه لما بتتقال كلمة شذوذ جنسي أو يمكن النهارده الكلمة المستخدمة الأكثر هي المثلية الجنسية، المثلية الجنسية، بمعنى إنه اتنين زي بعض بالضبط رجل رجل وامرأة وامرأة، عشان كده يعني الكلمة المستخدمة أكثر يمكن هي المثلية الجنسية، لكن كلمة شذوذ هي التعبير الشائع و أعتقد اللي بيعبر أكثر عن إنه هذا التصرف هو تصرف شاذ وليس النورم وليس هو التصرف العام. الشذوذ الجنسي لو حبيت أعرفه هو ميول الرجل أو المرأة إلى شخص من نفس الجنس. فلو كان رجل لرجل بيطلق عليه جي ولو كان إمرأة لامرأة بيطلق عليها ليسبيا فهو ميول الرجل او المرأة لشخص من نفس الجنس طبعا الوصف ده يعتبر الوصف الشذوذ الجنسي بمثابة وصف عام لانه بيندرج تحت الميول الجنسية والممارسات الجنسية الشاذة يعني في عندنا حاجتين في عندنا هوموسيكشوال اورينتيشن وفي عندنا هوموسيكشوال براكتس فالهوموسيكشوال اورينتيشن او الميول الجنسيه لنفس النوع وبعدين الخطوه الابعد بتكون الممارسه الجنسيه الشاذه رجل رجل وامراه بامراه. طيب اجي الى نقطه اخرى، هل الشذوذ الجنسي وده السؤال اللي دايما بيسال، هل الشذوذ الجنسي هو خطيه او مرض سلوك شاذ ولا ايه؟ يعني هل هو مرض وبالتالي اللي بيسلكوا هذا التصرف يبقوا آه مسيّرين وليسوا مخيّرين، هو بيتصرف كده لأنه مُجبر، لأنه آه آه عنده آه يعني مرض أو عنده جينات معينة هي اللي بتخليه يتصرف كده، أم إنه التصرف دون هو تصرف شاذ ويُعتبر خطية. كويس؟ أنا عشان يعني ابقى صريح معاكم انا مش هتكلم عن الناحيه الطبيه لان ده مش مجالي انا دايما عندنا مثل في مصر يقول أعطي العيش لخبازينه او أعطي العيش لخبازه حتى لو كان نصه ما اعرفش يعني لكن هي الفكره انه من الناحيه الطبيه انا مش هتكلم عن هذا الجزء لانه ده مش مجالي ولا ده تخصصي لكن انا اتكلم اكتر من الناحيه الكتابيه وان كنت درست وقريت وبحثت لفترة طويلة عن عن الأبحاث العلمية اللي ممكن البعض يستند إليها وأحاول ألخص دون لحضراتكم في الحلقة هنا لما نيجي إلى الميول الشذوذ الجنسي البعض بيفكر إنه الشذوذ الجنسي مرض كويس المؤيدين طبعا للمثلية الجنسية بيقولوا إنه دون هو مرض ناتج او ناتج عن جينات مولود بها الشخص ولهذا فهو طبيعي من حيث اختياراته لان اختياراته مدفوعه بجينات تجعله يختار هذا السلوك فهو شخص مسير وليس مخير طبعا اغلبيه المؤيدين ممكن معظم المؤيدين للمثليه الجنسيه والممارسين للمثليه الجنسيه مقتنعين بهذا الفكر انه احنا بنعمل كده لانه احنا اتولدنا اتولدنا كده. طبعا آه خلينا اقول وبصراحه ده ادعاء ليس له اي سند علمي ولا يوجد ابحاث علميه تثبت ذلك. ده مجرد ترويج اعلامي هتلاقيها في كل وسائل الاعلام الليبراليه اللي بتنادي بحق الشواذ في الزواج وفي التبني وفي العيشه بحسب ما هم يريدوا ده هتلاقيه مجرد انه البروباجندا الاعلاميه لكن فعلا لو قعدت تدور على ابحاث علميه لها يعني سند علمي صحيح ما فيش ابحاث تمت في هذا المجال وان كان في حاجه تمت في بدايه التسعينات وغالبا سنه 91 حيث قام دان هامر وهو عالم امريكاني أم 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 أعمل بعض الابحاث وجد زي ما بيقول وجد جين مشترك بين الرجال الذين يميلون لنفس الجنس وهو الـ الـ اطلق عليه الجين اكس كيو 28 وموجود الجين داون على الجين اللي هو الذكوري او الجين اكس كويس فقال انه الرجال اللي هم بيميلوا الى بعضهم عندهم جين مشترك وده يمكن الجين اللي بيخليهم يتصرفوا على هذا المنوال واطلق عليه ايضا يطلق عليه حاليا حتى في معظم الكتب اللي اتكتبت يطلق عليه الجي جينز يعني الجين الخاص بممارسه الرجل للرجل او ميول الرجل لرجل. في سنه 95 يعني بعد البحث الاولاني اللي نشره نشر نفس العالم 1995 نشر ايضا دراسه اخرى مع علماء اخرين قال فيها انه هذا الجين ليس مسؤولا عن المثليه الجنسيه. وان كان موجود لكنه ليس مسؤول عن الجنسيه المثليه. فوجود الجين لوحده لا يجعل الشخص مثلي لان المثليه الجنسيه تنتج من عده عوامل معا تنتج عن الجانب السلوكي البيئي النشأه وليس فقط جين فهو السلوك الشاذ او التصرف الجنسي الشاذ او المثليه الجنسيه بانواعها سواء رجل لرجل او امراه لمرأة ما بينتجش لمجرد وجود جين لكنه ده مجموعه عوامل مع بعض اذا وجدت هذه العوامل مع بعض مجتمعه ممكن الشخص يبقى له ميول نحو شخص من نفس جنسه. كمان لو فرضنا ولو فرضنا ان وجود جين كويس مرتبط بسلوك معين هذا لا يعطي للشخص الحق انه يتصرف تصرفات شاذة عن المجتمع فمثلا مدمن الخمور عندهم جين أيضا عشان كده تلاقي دايما مدمن الخمور يعني صعب جدا انه يتخلص منها وكذلك ايضا الاشخاص اللي هم بيبقوا فايلنس بيبقوا عدوانيين يعني ممكن تلاقي طفل صغير وسط حتى إخواته الهادين هو لوحده شخص عدواني ولما بيكبر بيبقى عدواني ولما بيكبر بيبقى نوع من المحارب والشخص العنيف فدول ايضا العلماء وجدوا أنه عنده نوع من الجين ممكن ينتج عنه هذا العداء وجود الجين في الشخص لا يعطيه الحق أن يتصرف، يعني اللي عنده الجين الخاص بالعدوانية مش معنى كده انه القتل مسموح به، وإنه العنف مع الآخرين مسموح به، وإنه يدمر المجتمع مسموح به، لكن هذا ممكن يخضع إلى التدريب والمعاملة النفسية الصحيحة، فاللي عنده دون يستخدم صح، يتماشى مع المجتمع اللي عايش فيه، فالإنسان كائن عاقل يستطيع أن يدرك بنفسه ويطور من نفسه الإنسان مسؤول عن اختياراته وأعتقد إنه المثلية الجنسية هي أولا وأخيرا اختيار وليس اجبار. كويس؟ هي اختيار وليس اجبار. وجود ميول لا تعني ابدا ولا ايضا تبرر التصرفات ابدا وجود ميول عندي للسرقه لا تعني انه السرقه صح وجود ميول عندي للعنف لا يعني ان العنف صح وجود ميول عندي لشرب الخمر لا يعني ان شرب الخمر صح كويس وكذلك ايضا ميول طرف لطرف من نفس النوع لا يعني انه المجتمع يقبل وبسرور هذا الامر. كويس؟ نيجي الى المنظور الكتابي. من اين نبدا ونحن نتحدث عن الشذوذ الجنسي كتابيا؟ من اين نبدا؟ اعتقد ان نقطه البدايه في الفكر الكتابي بتبدا من الخلق. لو أنا عايز أفهم ماذا يقول الكتاب عن هذا الموضوع لابد إن أنا أرجع إلى الخلق. نقطة الانطلاق في فهمنا الصحيح الكتابي للشذوذ الجنسي تبدأ من تكوين أصحاح واحد واثنين. كويس؟ وعشان كده لما نرجع إلى تكوين واحد بنجد الحقيقه الكتابيه الواضحه جدا اللي بتقول ايه؟ فخلق الله الانسان على سوره الله فخلق الله الانسان على صورته على سوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما وباركهم الله يبقى ربنا خلق ذكر وانثى. لم يخلق ذكر وذكر ولا انثى وانثى لكنه خلق ذكر وأنثى ميل ان في ميل رجل وامرأة كويس وده كان ال ال نقطة الانطلاق بتاعتنا في فهم الزواج في فهم العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة في فهم تكوين الأسرة وتصميم الأسرة كما أراد الله أن تكون الأسرة كويس لما نيجي بقى إلى حقيقة أخرى الحقيقة الأخرى المرتبطة بالخلق هو أن الجنس هو عطية الرب الرب أعطى الإنسان أن يتحد مع الرجل والمرأة أن يتحد معا فالرب خلق الرجل والمرأة ذكر وأنثى كويس وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت أن الغرض من الجنس مش بس العلاقه الحميمه او الاتحاد الرجل والمراه يكون جسدا واحدا، لكن ايضا تحقيق البركه الالهيه اللي الرب بارك بها الانسان وقال لهم اكثروا واملأوا الارض واخضعوها، فعلشان الانسان ينجب محتاج اب وام. النهارده في مشكله كبيره جدا وقضيه كبيره يمكن موجودة في معظم البلاد اللي أباحت آه زواج المثلية وهو إنه الاتنين عايزين يتبنوا يعني اتنين رجالة كونوا أسرة عايزين يتبنوا أطفال فهل من حقهم يتبنوا أطفال ولا ما يتبنوش أطفال طبعا في أسر اتبنت أطفال لانهم طلبوا بحقهم المدني اللي بيقروا القانون انه يعاملوا معاملة الزوجين طيب الاطفال دول هيطلعوا في البيئة دي الاطفال دول مستقبلهم هما يبقوا ايه يعني الفكرة النهاردة حتى في حتى في المجتمع الغربي انه اتس اوكي ان انت تبقى عندك ميول شاذة ويمكن في بعض الأماكن في, في الغرب أنه حتى المرشدين الاجتماعيين أو النفسيين لو حد جالهم وعنده ميول شاذة أنه ما يقولهوش أن ده غلط يقوله ده أوكي okay. إزاي يساعدك أن أنت بقى تعيش حياتك كمثلي لكن لا يحاول أنه يعلمه أو يقومه أو أنه يقوده أنه يبقى ستريت لانه الفكره انه لا هو كده وخليه كده هو اختار هذا الاختيار والمجتمع يعدد هذا الاختيار الرجل في الكتاب المقدس خلق بغرض الهي وهو ان يكون زوج واب والمراه صممت ايضا بغرض الهي وهو ان تكون زوجه وام كويس المشكله بقى الكبيره كيف نعرف الزواج على اي اساس يتم تعريف الزواج والنهاردة في المجتمع الغربي وللأسف خلينا اقول الكلام ده وانا حزين جدا 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 ان بعض الكنائس الغربية وبعض الطوائف الغربية من اجل المثليين غيرت تعريف الزواج ما هو لو انت حابب تدخل حاجة يبقى لازم تعمل ايه لازم تغير اللي موجود عندك لو انا حابب ادخل حاجة على الدستور البلد فلازم اغير في هذا الدستور منذ ان خلق الله الانسان كويس والزواج معروف انه ارتباط مقدس بين رجل وامرأة ده تعريف الزواج تعريف الزواج في الاسلام تعريف الزواج في البوذيه تعريف الزواج في المسيحيه تعريف الزواج في حتى ال 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 الناس التي لا تؤمن تعريف الزواج في القبائل التي لا ليست مسيحيه ولا يهوديه ولا اسلاميه تعريف الزواج في المجتمع عموما هو اتحاد ما بين رجل وامرأه هو ارتباط ما بين رجل وامرأه كويس طيب الطوائف دي الطوائف دي علشان تسمح بقبول المثليين وعلشان تسمح بوجودهم وخدمتهم في الكنيسه وعشان ايضا تقوم بمراسيم زواجهم تعمل ايه؟ تغير تعريف الزواج نغير تعريف الزواج اذا غيرنا تعريف الزواج نقدر ان احنا ندخل اللي احنا عايزينه وده للاسف الاسف الشديد اللي عملته بعض الطوائف والتي من هنا من على هذا المنبر بصلي وبتمنى انه كنايسنا العربيه لا يكون لها اي علاقه بمثل هؤلاء عملوا ايه تعريف الزواج هو ارتباط مقدس بين رجل واحد وامراه واحده. لما غيروا تعريف الزواج مثلا في الكنيسه البي سي يو اس اي والكنيسه المشيخيه الامريكيه. لما غيروا تعريف الزواج عملوا ايه؟ الزواج هو ارتباط ما بين شخصين. بس. طبعا شخصين هنا يعني زي ما هو محطوط بين تو people طيب two peoples او شخصين يبقى ممكن رجل وامرأة وممكن يبقى رجل ورجل وممكن تبقى مرأة وامرأة صح ما انا عندي دلوقتي الثلاث احتمالات موجودين انت بتقول لي تعريف الزواج هو اتحاد ما بين شخصين وما ليش الشخصين دول مين فبالتالي انت فتحت الباب انه لثلاث فئات وما تقدرش ان انت ترفض اي فئه منهم فاذا جالك رجل وامراه جوزهم لان دول اسره هيكونوا اسره واذا جالك رجل ورجل ايضا على حسب هذا التعريف تعمل ايه تجوزهم واذا جالت جات لك امراه وامراه على هذا التعريف يبقى ايضا لابد انك تجوزهم وبكده استطاع الشيطان انه يغير التصميم الالهي الاصيل للاسره وللزواج وزي ما قلت الحلقه اللي فاتت انه هذا التصميم الالهي للزواج من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا التصميم الالهي كان قبل السقوط يعني ولاجل هذا فهو دائم وسيستمر الى نهايه الزمان. فهو مش حاجه وقتيه تختلف من مجتمع لمجتمع. وليس حاجه استحدثت بعد السقوط لكنه هو التصميم الالهي للانسان قبل السقوط وشفنا انه اول كسر لهذا التصميم كان لما لامك اتخذ امرأتين زوجتين تعدد الزوجات كويس فهنا تغيير التعريف هو المصيبه الكبرى بل الطامه الكبرى اللي اتبعتها بعض الطوايف في البلاد الغربيه لأجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان اثنان جسدا واحدا وزي ما قلت التعبير يترك ويلتصق بيعني ارتباط دائم بمعنى أنه التصميم الأصلي للزواج في الكتاب المقدس لم يكن الطلاق جزء منه الطلاق جاء نتيجة الخطية والسقوط لكن التصميم الأصلي الإلهي هو فيه انه يترك الرجل ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا جسدا واحدا دائم ادم بمفرده غير كافي وحواء بمفردها غير كافية عشان كده رسول بولس قال لنا في كورنثوس الاولى 11 قال ايه قال غير ان الرجل ليس من دون المراه ولا المراه من دون الرجل في الرب الاثنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض بس احنا النهارده بنخلق مجتمع يستغنوا عن بعض يبقى المنطق والمنطلق الكتابي لفهم موضوع الشواذ الجنسي هو ان الشواذ أو الشذوذ الجنسي تعدي على تصميم الله. والخطية في تعريفها الكتابي هي التعدي. ولأجل هذا يكون الشذوذ الجنسي خطية. ليه؟ لأنه تعدى على تصميم الله. ده ده الفهم من أول ما نبدأ نقرأ صفر التكوين كويس نيجي الى الكتاب المقدس طب الكتاب المقدس بيقول لنا بايه ايه اللي بيقوله الكتاب المقدس الكتاب المقدس اتكلم مرات ومرات عن الشذوذ الجنسي وحرمه وادانه كده كاتب التحريم والادانه عندنا ست نصوص كتابيه واضحه لا تحتمل التأويل كويس تتحدث عن خطية المثلية الجنسية وده اللي أنا حابب إن أنا شوية نقضي فيهم وقت لأنه طبعا المنادين بالمثلية الجنسية بيحاولوا ان يلوي النص الكتابي فإذا كان تفسير نص معين بواضح بي بيقول إن الله بيعتبر المثلية الجنسية نجاسة أو رجاسة امر رجس فهم بيحاولوا يخرجوا من المخرج دوًا ويجدوا تفسير يرضي شهواتهم ورغباتهم نيجي الى الست نصوص دي اول نص بنجده فيه خطيه اهل سدوم وعموره ويقول لنا الكتاب عن اهل سدوم وعمورة وكان اهل سدوم اشرار وخطاه لدى الرب جدا وحطه تحت جدا دي مية خط لما نيجي الى سفر التكوين وصف لنا الكتاب المقدس اهل سدوم وعمورة بوصفين كانوا اشرار ليني بس ايه احط آه الماركر هنا كانوا اشرار وكانوا خطاه لدى الرب جدا طب نقرا النص الكتابي النص الكتابي موجود في سفر التكوين بدايه من اصحاح 18 لما بنقرا عن الملكين اللي كانوا في زياره لابراهيم وكانوا نازلين الى سدوم وعموره وقال الملاك للرب لابراهيم انه يعني الرب قال لابراهيم انه انا ههلك سدوم وعموره وقال الرب ان صراخ سدوم وعموره قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. وبعدين بنقرا عن نزول الملكين دول الى مدينه سدوم وعموره. وفيما اضطجع لما راحوا المدينة وجدوا دخلوا المدينة وعند باب المدينة كان موجود لوط هناك ولقاهم هم ناس غرب فدعاهم إلى بيته علشان يعني يقوم معاهم بالواجب فلما اتجع بمعنى إن هم ناموا يعني جم وقت النوم في البيت بتاع لوط وفي وقبل ما أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث الى الشيوخ الشيخ كل الشعب من اقصاها فنادوا لوطا وقالوا له اين الرجلان اللذان دخلا اليك الليله اخرجهما الينا لنعرفهما وهنا كلمه لنعرفهما مهمه جدا ليه لانه كلمه لنعرف في المرات الكثيره التي استخدمت فيها كانت تشير إلى العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. عشان كده يقول لنا كتاب فعرف آدم حواء فحبلت وولدت ابنا. فالتعبير عن العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة بيستخدم الكتاب كلمة عرف. كويس؟ اخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج اليهم لوط الى الباب واغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا اخوتي هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا لو انتم عايزين سوري يعني تمارسوا الجنس اكراما للضيوف اللي عندي يعني هديكم من اهل بيتي. كويس طبعا هنا حتى التصرف ده يعني بتاع لوط تصرف غير لائق لكن بس بيورينا الى اي مدى والى اي شر كان اهل المدينه هو لي ابنتان لم تعرفا رجلا اخرجهما اليكم اخرجهما اليكم ففعلوا بهما كما يحسن في عيونكم واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما قد دخلا تحت ظل سقفي يعني تحت حمايتي فقالوا ابعد الى هنا زاو ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما الآن نفعل بك شرا أكثر منهما فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوط إليهما إلى البيت وأغلق الباب وأما الرجلان الرجال الذين على الباب البيت فضربهما بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب وقال الرجلان لوط من لك أيضا ها هنا أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من هذا المكان لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه يبقى هنا طلبوا إيه طلبوا الغرب دول ولنعرفهما هنا بنحط تحتها ميت خط بنقول انه هنا اراد ان يمارس الجنس مع الرجال اللي كانوا جايين غرباء وداخلين المدينة ولم يريد ان يمارس حتى الجنس مع بنات لوط طبعا يهوذا بيقول لنا في العدد السابع كما ان سدوم معمورة والمدن التي حولها رساله يهوذا بتقول لنا ان سدوم معمورة والمدن التي حولها اذنت عن طريق مثلهما ازنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد اخر جعلت عبره ومكابده عقاب نار ابديه فبيكلمني عن ان الزنا كان هو الممارسه الشذوذ الجنسي كان هو إحدى الخطايا الأساسية التي ارتكبها أهل سدوم وعموره والتي بسببها أتت دينونة الله على هذه المدينة، طبعاً المؤيدين للمثلية بيقول لك لا 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 أنت ده تفسير يعني ما يتمشاش فبيقولوا إنه الخطية الأصلية بتاعت هؤلاء أنهم لم يكونوا كرماء مع الغرباء وكانت مدينة متكبرة كويس النص في حد ذاته إذا قريناه فعلا كتاب بيقول لنا ونص تكوين 19 بيقول لنا أن هؤلاء من خلال أيضا المعرفة لنعرف هما أنه أراد ممارسة الشواذ الجنسي قد تكون هنا خطايا أخرى وهنا خطايا أخرى كويس لكن الكأس بتاع غضب الله كان قد اكتمل بهذه الخطية وبالتالي أحرق الرب سدوم وعمورة بالنار وبالكبريت الشذوذ الجنسي أيضا النص الثاني يبقى النص الأولاني زي ما قلت موجود في تكوين 19 النص الثاني موجود في الناموس المساوي نفسه الشذوذ الجنس محرم بأمر إلهي في الناموس المساوي وعش كده لما نرجع إلى سفر لوين أصحاح 18 ودي عدد 22 يقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة انه رجس يبقى هنا بيتكلمنا عن ايه بيمالس رجل مع رجل والرب بيحذر شعبه بيحذر شعب اسرائيل وبيحذر الكل انه ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة ليه انه رجس امر رجس في عيني الرب والنص ده ليس نص تقصي بمعنى ايه يعني ايضا المؤيدين للشذوذ يقولك لا 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 ده هنا بيكلمني عن امور طقسيه اصل دي ممارسه الشذوذ الجنسي دون او الجي دون كان جوه المعابد الوثنيه فهنا بيقول لهم بلاش تمارسوا دون جوه المعابد الوثنيه تعملوه زي الامم اللي بيروحوا يتعبدوا في المعابد وجزء من العبادة بتاعتهم انه الرجل ينام مع رجل لكن الكتاب على حسب رأيهم الكتاب ما بيتكلمش عن الزواج الطبيعي انه رجل ورجل يعيشوا في سلام فبالتالي هم بيلووا النص دوا وبيجعلوه نص مرتبط بالطقس وبما انه العهد الجديد اتى ولغى الناموس المساوي وكل الامور الطقسيه، ماذا نأكل وماذا نشرب وكل الامور ديًا وبما فيها لغى النص ده. يعني زي ما العهد الجديد العهد القديم كان فيه تحريم لأكل الخنزير، العهد الجديد إن كل خليقة الله طاهرة، النص ده أيضًا يعتبر كده، كان فيه تحريم للممارسة ديًا المرتبطة بعبادة الأوثان لكن في العهد الجديد العهد الجديد ده عهد النعمة والمحبة والله مش ممكن يسمح بكده كما يقول البعض لكن ده نص أخلاقي بنسميه ethical أو moral principles moral principles مبدأ أخلاقي والمبدأ الأخلاقي الإلهي لا يتغير زي ما ربنا قال لا تقتل لا تشتهي لا تزني هنا ايضا قال ولا تطاجع زجرا مضاجعة امرأة انه رجس it's a moral principle ما تلغيش. ودينونة الله جزء من دينونة الله على الامم الوثنية اللي كانت موجودة في ارض كنعان هو ممارسة هذه الفجور والرجاسة النص التالت بنجده في سفر التثنية وأصحاح 23 وفي عدد 17 وأنا كمان أحط الإنجليزي بتاعه علشان يوضح بعض الكلمات لا تكن زانية من بنات إسرائيل, إسرائيل ولا يكن مؤابون من بني إسرائيل يعني مفروض شعب إسرائيل الزنا ممنوع والزاني والزانية بحسب الشريعة يرجع كويس لكن هنا الرب بيقول ايه بيقول لا تكن زانية من بنات اسرائيل ولا يكن مؤابون من بني اسرائيل والانجليزي none of the daughter of Israel shall be a cult prostitute cult prostitute اللي هم البنات الزواني اللي بيشتغلوا في المعابد and none of the sons of Israel shall be a cult prostitute وكمان ممنوع من الرجال بتوع إسرائيل إنهم يكونوا أيضا زواني في المعابد بمعنى انهم يشتغلوا في المعابد والعابدين سواء رجال او نساء ياتوا ويمارسوا معاهم الجنس هذه كانت ممارسه الامم في عبادتهم الوثنيه العباده الوثنيه ارتبطت بحاجتين ارتبطت اول حاجه بالزنا الزنا لانه الزنا في حسب نظرهم كان يبسط الاله الاله لما يتفرج في معبده على ممارسة الفحشاء ينبسط ولما ينبسط يحقق اللي العابد عايزه فأنا لو جاي بطلبة أنا عايز أبسطه وخلي مزاجه رايق ما اعرفش زمان كانوا بي بيلفولوا كمان يعني حته حشيش ولا بتاع علشان يظبطوا مزاج الاله ده ولا لا لكن حاجه من الحاجات اللي كانت تظبط مزاج الاله وتجعله راضي عن العابد انه يشوف سوري فيلم اباحي قدامه بيتعمل بيروح محقق لهم رغباته الحاجه الثانيه كانت السحر ممارسه السحر لانه السحر ده كان جزء من ال انك تأذي حد بيه. ممكن الهه تأذي البشر ولو انا عايز اأذي حد اروح واعمل سحر قدام الاله عشان اأذيه. والرب بيقول اياك تعمل كده. لأنه بسبب هذه الرجسات طردهم الرب أمامك وأبادهم إياك تعمل زيهم دي النصوص في العهد القديم نصوص واضحة صريحة مفيش فيها تأويل في تفسيرها عندي تكوين 19 سادو معمورة عندي أيضا لويين 18 وعندي أيضا تثنية 23 نصوص واضحة بتحرم وتعلن دينونة الله على من يفعل هذه الممارسات طيب نيجي للعهد الجديد طبعا البعض يقولك ايه العهد الجديد المسيح ما تكلمش عن الموضوع ده وبما انه المسيح لا كل المجد ما تكلمش عليه يبقى المسيح ما عندوش مشكلة فيه ما عرفش سمعته الارجومنت دي ولا لا يعني بس انا سمعتها وقريتها كمان انه الاناجيل المسيح لم يتحدث عن الشذوذ الجنس، المسيح لم يدن، المسيح كان كله رحمه وكان كله شفقه وكان كله محبه وعمره ما ادان هذه الممارسات فلماذا لا تمارس الكنيسه هذا النوع من الحب والقبول للشذوذ طبعا أن المسيح لم يتكلم عن هذا الأمر ليس معناه أن المسيح موافق عن هذا الأمر ليه؟ لأنه الله ما بيغيرش رأيه ولا بيغير مبادئه ولأن الرب يسوع له كل المجد في متى 19 عندما تحدث عن الزواج قال من أجل هذا الآن أنه في البدء خلقهما ذكرا وأنثى ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا بمعنى أن الرب يسوع في تعريفه للزواج رجع إلى سفر التكوين وأصحاح واحد واثنين وقال أنه هذا هو التصميم الإلهي اي تصميم اخر غير دون مدان وخطيه طيب نيجي الى العهد الجديد ماذا يقول العهد الجديد عندنا نص يعني مرعب مهم جدا في فهم هذه القضيه. وهو رميه واحد ابتداء من عدد 18. لما يقول لنا لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم. ده بدايه النص ده ده عدد 18. طب الناس دي عملت ايه؟ يبدا بقى بعد كده يكلمني عن الخطايا اللي هم بيعملوها يقول ايه ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى يبقى اول حاجه هنتكلم عن الجزء ده بالتفصيل بس اول حاجه في النص ده في ثلاث مرات استبدلوا او ابدلوا وفي ثلاث مرات اسلمهم واحنا بنقرأ النص ناخد بالنا انا حطيت حتى ابدلوا واستبدلوا بالاحمر واسلمهم حطيتها باللون الازرق ابدلوا مجد الله اول حاجة عملها الانسان انه بدل مجد الله وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى ابد الابدين لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناثهم البعض يقول لك الكتاب المقدس ما تكلمش عن الليسبيان اتكلم عن الجي اتكلم عن الرجل مع الرجل بس ما اتكلمش عن المرأة مع المرأة طب ما هو بيتكلم هنا عن المرأة لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة بمعنى إيه؟ أنه بدل ما يبقى امرأة ورجل صاروا امرأة وامرأة فيتكلم هنا في النص ده عن لسبيان او ممارسه الشذوذ امراه بامراه والعدد اللي بعديه على طول اتكلم عن ممارسه الشذوذ رجل برجل، وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتغل اشتغل اشتعلوا بشهواتهم بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق، وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. احطها بالشكل ده اسباب غضب الله في الجزء ده هو ان الناس دي كانت بتفعل فجور وكلمة فجور هي كلمة ممكن بتترجم بالانجليش godliness uh, godly, godliness اللي هي عدم وجود مخافة الله انه شخص مش بي... الله مش موجود في حياته تشير الى الفعل الخاطئ ضد الله، فهو عارف انه ما يفعله هو ضد الله، مخافه الله غير موجوده، كمان كلمه اثم وكدنس كلمه اثم تشير الى الفعل الخاطئ تجاه الانسان، فهو بيفعل الخطيه تجاه الله وبيفعل الخطيه تجاه اخيه الانسان. الكتاب بقى بيقول لي اسباب غضب الله وهنا بحط التلات استبدلوا كويس الاولى استبدلوا مجد الله لما الانسان يستبدل الله بحاجه اخرى لما تستبدل الله تشيل الله وتحط شهواتك لما تستبدل الله وتحط المال لما تستبدل الله وتحط الشهره والمجد الشخصي ابدلوا مجد الله حطيت مكان الله حاجه اخرى ولما ده بيحصل اول ما بتحط مكان الله حاجه اخرى كويس بينتج عنها ان انت بتستبدل الحق بالكذب لان الحق بيجي منين بيجي من الله وبما ان الله مش موجود يبقى انت استبدلت الحق بالكذب ولما بتقوم بتستبدل الحق بالكذب النتيجه ان انت بتبقي تصرفاتك ايضا تصرفات خاطئه تستبدل الاستعمال الطبيعي اناث باناث وذكور بذكور وعشان كده بيجي النتائج غضب الله ثلاث حاجات ايضا زي ما قلت اسلمهم الله اسلمهم الله كويس الى اهواء الهوان اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم ليفعلوا النجاسه ودي يمكن المرحله الاخيره اللي بتقفل الباب قدام عمل الله اذا اردت انك تعمل كده روح واعمل ما دام ما بتسمعش لله وتحمل بقى النتائج كمان في شاهد اخر مهم جدا جدا الشاهد ده موجود في كورنثوس الاولى ستة من تسعة الى 11 وده يعتبر الشاهد رقم خمسة من الست نصوص كتابية اللي بتتكلم عن الشذوذ الجنسي يقول الرسول بولس أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا اوعوا تكذبوا على انفسكم وتخدعوا انفسكم ولا حتى حد يضلكم لا زنا ولا عبده اوثان ولا فاسقون ولا مؤابون مؤابونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان وناس منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا الاوصاف الحمراء اللي فوق زناه عبده اوثان فاسقون مؤابون آه ومضاجع ذكور كويس اللي هم لو حطيناهم اللي هو ممكن نحطها بالانجلش فورنيكيشنز ادالتورز idolaters and adulterers and effeminate and also our nor homosexual اللي هو اللي هو بنقول الشخص المخنس او الشخص المتانس اللي هو بياخد دور امراه شكلا ومظهرا وتصرفات كويس ميول جنسيه خاطئه عكس الطبيعة اللي ربنا خلقوا عليها وانا اتكلم في حلقة عن الترانس جندر اللي هي التحول الجنسي لكن النص ده مهم جدا ليه لانه بيقول انه مثل هؤلاء اذا استمروا في هذه الخطايا لن يدخلوا ملكوت السماوات لكن هناك نقطه تحول اتكلم عنها رسول بولس وده دي الحقيقه اللي في الايمان المسيحي اللي بيقولها هنا رسول بولس هو اختبار حقيقي لناس كانت عندهم هذه الميول وكانت عندهم هذه الخطايا لكن اتحرروا منها عرفوا المسيح المحرر الذي حررهم من كل خطيه يقول الكتاب هنا وهكذا كان اناس منكم من المؤمنين بتوع كنيسه كرونسوس لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا وهنا يقول لنا كتاب ايه بيقول لنا انه هذه الخطايا الله بيغفرها ويستطيع ان يعطيك نصرة عليها الخطايا الجنسية التي تميت الانسان روحا وجسدا هناك امل في شخص يسوع المسيح. هناك حريه في شخص يسوع المسيح. هتقول لي الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده يا عم مكتوب في الكتاب المقدس انت اللي بتؤمن بيه بس الكلام ده مش حقيقي. ما فيش حاجه انه اسمها الانسان اللي عنده الميول دي بيقدر يتخلص منها. او يقدر يتحرر منها. هقول لك لا. الى يومنا هذا ما زال المسيح بيحرر من هؤلاء الكثيرين وامبارح وقع بين ايدي هذا الحدث الحدث ده هيتم في واشنطن مدينه واشنطن واشنطن دي سي العاصمه وزي ما بيتم فيها مظاهرات الليسبيان والجيز وإلى آخرهم مطالبين بحقوقهم وبي يعني أكثر من حقوقهم أيضا بياخدوها هناك هيجتمع أكثر من 200 شخص كانوا كانوا ليسبيان وجيز كانوا شواذ هيجتمعوا أكتر من 200 شخص الماضي بتاعهم إنهم كانوا عايشين بهذه السلوكيات الجنسية الشاذة عايشين في الخطية هيعملوا رالي في واشنطن دي سي ليه؟ لأنهم وجدوا هنا بيقول لأنهم وجدوا الحرية لما اتبعوا يسوع. عايزين يقولوا انه المسيح بيحرر واحنا كنا كده دول اللي بيتكلم عنهم الرسول بولس في كنيسه كورنثوس لما يقول انه انه و... يعني كان البعض منكم هكذا وهكذا كان أناس منكم دول كانوا هكذا كانوا أيضا بيسلكوا بهذه التصرفات وعايشين في ممارسة الشذوذ الجنسي لكن لما عرفوا الرب يسوع اتحرروا وعرفوا المسيح وزي ما واحد فيهم حطها قال مش ان احنا تحولنا من ان احنا كنا جاي او او هوم الى ان احنا بقينا ستريت سيكشول كويس بقينا طبيعيين في تصرفاتنا، لا. إنه إحنا إحنا مش كده. إحنا مختلفين، الرب يسوع حررنا، حررنا. الرب يسوع حررنا وفدانا وخلصنا. أنه نقلنا من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. دي الحقيقة دي الحقيقة المهمة اللي بيتكلم عنها الكتاب آخر نص وهو نص مهم موجود في تيموساوس الأولى واحد والعدد تسعة وعشر عالما هذا بيقول الرسول بولس أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطاة للدنسين والمستبحين لقاتل الأباء وقاتل الأمهات لقاتل الناس للزناة لمضاجعي الذكور لسارقي الناس للكذابين للحانثين اللي هو شهود زور بيقسموا وبيقدموا شهاده زور وان كان شيء اخر يقاوم التعليم الصحيح كويس يبقى للزنا ولمضاجع الذكور الناموس وضع الله وضع الناموس ليه؟ واحده من اهداف وضع الناموس هو انه يحد من شر الانسان تو ريستراين ايفل انه يحد الشر يحد الشر يوقف الشر ومن ضمن هذا الشر هو لزناه مضاجعي الذكور اجي الى ادله اخرى ضد الشذوذ الجنسي بجانب التعاليم الكتابيه الواضحه طبعا رافضين النص الكتابي او رافضين اعلان الله في الكلمه المكتوبه بيحاولوا يفسروا النصوص دي تفسير خاطئ. البعض فيهم قال لك ايه؟ لا 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 الرب يسوع ما اتكلمش عن الموضوع ده بولس اتكلم عنه ده راي بولس الشخصي واحنا غير مطالبين بان احنا نسمع راي بولس الشخصي. وهو لا يعلم ان كل الكتاب موحى به من الله. وان بولس ايضا كتبه بارشاد من الروح القدس. ادله اخرى ضد الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي امر غير طبيعي الكتاب سماه خلاف الطبيعه خلاف النورم عكس الطبيعه اللي ربنا خلق عليها الانسان ذكرا وانثى لا توجد ابدا ثقافه او مجتمع يعطي الشذوذ نفس حقوق الزواج الطبيعي ما فيش مجتمع اعطى للشذوذ نفس الحقوق بتاعه الزواج الطبيعي لحد لحد النهارده حتى في البلاد المتقدمه بيحاولوا انه يكون لهم نفس الحقوق هم عندهم حقوق لكن مش نفس الحقوق بتاعه الزواج الطبيعي ليه لانه الزواج الطبيعي هو الطبيعي هو الطبيعي الحاجه الاخيره اي مجتمع بيتبنى هذا الفكر بيجي له وقت وبيسقط بيتدمر لانه اساس المجتمع هو الاسره فاذا دمرت تكوين الاسره دمرت كل المجتمع الشذوذ الجنسي يعتبر تهديد للحياه الايدز الامراض الجنسيه المختلفه كلها نشات نتيجه الشذوذ الجنسي وعشان كده يعتبر الشذوذ الجنسي راجس هناك خلاص وفداء وتحرير تعرفون الحق والحق يحرركم في شخص يسوع المسيح وحده مهما كانت خطايانا لكنه يستطيع ان يحررنا ويعطينا حياه جديده الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم